عرضنا اليوم شقة 3 غرف صالة بمساحة 170 متر مربع في منطقة بلتلي بتشطيب راقي جدا وإطلالة مميزة على البحر. خلوكم معنا. المجمع عبارة عن 3 بنايات بها 36 وحدة سكنية. من الخدمات اللي موجودة في المجمع زي ما تشايفين عندنا مساحات خضراء، ألعاب أطفال، بالإضافة إلى جلسات العائلية اللي موجودة خلفي، وما ننسى أيضا وجود المسبح. لو تلاحظوا أنه في منطقة بلتلي من النادر نحصل مجمعات موجود فيها مسبح، المجمع هذا حطوا فيه مسبح ميزوها بهذه الخدمات. الخدمات القريبة من المجمع، المواصلات بالقرب من المجمع بالإضافة إلى السوبر ماركتات، جامع، ما ننسى أيضا وجود المطاعم والبقالات. ونسيت أقول لكم أنه موجود أيضا من الخدمات الداخلية وجود بوابة إلكترونية وكاميرات مراقبة أطراف المجمع ونظام سيكيورتي وأمان. موقع المشروع، المشروع يقع في منطقة بلتلي، بلتلي غنية عن التعريف، إنها منطقة مخدومة بكل الخدمات، بالإضافة إلى قربها من مطار طرابزون. المسافة بين الموقع والمطار تقريبا من 2 إلى 3 دقائق، بين الموقع ومول الفورم 5 دقائق، وميدان طرابزون 10 دقائق. موقع مميز جدا وراقي جدا، والمجمع أيضا راقي. تعالوا مع بعض نشوف تفاصيل أكثر على أرض الواقع، مساحة الشقة وإطلالتها المميزة. خلوكم معنا. متواجدين الآن أمام البناية، تعالوا مع بعض نشوف واجهة البناية والمدخل الرئيسي لها. أنا الآن أمام المدخل الرئيسي، تمديدات الغاز زي ما شايفين، وعندنا الأرقام السرية لفتح البوابة، وأيضا زي ما قلت لكم في بداية الفيديو الكاميرات المراقبة موجودة في أطراف المجمع وعلى الطرف البوابة تبع المدخل. مدخل المجمع زي ما تشايفين بهذا الشكل، سيراميك وبورسلان، ألوان جيدة وبراقة. تعالوا مع بعض نطلع نشوف تفاصيل أكثر على أرض الواقع. خلوكم معنا. وصلنا يا جماعة الخير الدور الخامس، شقة 3 غرف صالة مساحتها 170 متر مربع. الشقة هذه ديكورها جدا راقي وجميل. زي ما تشايفين أول ما أدخل الشقة عندنا المنطقة هذه منطقة الكوريدور، يمينا لوحة المفاتيح، بالإضافة إلى عندنا الأنترفون بشاشة ممتازة، ديكورات سقفية موجودة في الممرات، وأيضا ما ننسى أن تمديدات الغاز الجديدة جاية بهذا الشكل في منطقة بلتلي، مغطى ويكون شكل جمالي، ما يكون شكله بشع في التمديدات السابقة في المشاريع القديمة. المنطقة هذه منطقة نقدر نحط فيها دولاب خاص بالأحذية والعبايات. نتوجه مع بعض إلى الصالة. مساحة الصالة زي ما تشايفين مساحتها جيدة، أقدر أقول 35 متر مربع مساحة الصالة، وأيضا لها ديكورات سقفية بإنارات ليد مخفية وسبوت لايتات، يعني الشيء جميل ورائع. أرضياتها باركيه، والواجهة الأمامية نوافذ فرنسية، واجهة زجاجية بالكامل إطلالتها على البحر. المجمع ككل زي ما شايفين مزودة بالتدفئة المركزية عن طريق الغاز الطبيعي. نتوجه إلى البلكونة. البلكونة هذه مشتركة بين المطبخ والصالة، أرضياتها سيراميك،
ومكان خاص بالكومبي، وواجهتها بحرية بالكامل زي ما تشايفين، اطلالة بحرية، وعندنا اطلالة المطر كما بنشوفها من هنا، واطلالة المدينة، يعني شيء رائع جدا. البلكونة زي ما تشايفين مزودة بالزجاج المتحرك، حتى الجهة السفلية زجاج جاي ايضا الدرابزين، هذا يعطي ان الواحد يستمتع باكبر قدر ممكن بالاطلالة. نتوجه الى المطبخ. المطبخ زي ما تشايفين جاي على شكل ال، دواليب راقية وموديل جميل زي ما تشايفين، الموديلات الحديثة في هذا المطابخ، حتى حاطين ديكورات سقفية رائعة جدا في المطبخ. مطبخ مساحته ممتاز، نقدر نحط طاولة السفرة في هذا الجهة أيضا. تعالوا نكمل تفاصيل باقي الشقة. زي ما قلت لكم في بداية الفيديو أن الأرضيات الكوريدور مع المطبخ والبلكونات كلها جاية سيراميك درجة أولى ممتازة. يمينا هنا عندنا دورة المياه الأولى بنظام أرضي، نجي هنا على الغرفة رقم 1، مساحتها ما نقول انها صغيرة او كبيرة، مساحتها جيدة 3.5 × 4، منطقة خاصة بالدولاب، او نقدر نحط الدولاب هنا والسرير هنا حسب رغبتنا، واطلالتها جاية على الجهة الجانبية للمجمع واطلالة المسبح. عندنا هنا بجوار دورة المياه الاولى عندنا دورة المياه الرئيسية زي ما تشايفين مساحتها كبيرة، هذه الدورة مروش أرضي مزودة بالزجاج والكلوزيت مع المغسلة. بجوار الغرفة الأولى عندنا الغرفة الثانية، الغرفة الثانية هذه أكبر من الغرفة الأولى بشوي، يعني بدل ما نقول هناك 3.5 × 4 نقدر نقول هنا 4 × 4، وإطلالتها أيضا على الجهة الجانبية للمجمع. نجي هنا رقم 3 اللي هو غرفة النوم الرئيسية، آخر ما نشرح في هذا الشقة، مساحتها ممتازة، مكان خاص بالسرير بالإضافة إلى منطقة خاصة بالدريسنج روم. شوف مساحتها كيف، مساحة الدريسنج روم نقدر نحط دواليبنا وأرففنا، ومنها إلى دورة المياه الخاصة بالغرفة الماستر. أغلبية دورات المياه ما يحطوا فيها الكلوزيت، الشقة هذه في المجمع ذا حاطين دورة مياه متكاملة، الكلوزيت والمروش والمغسلة. نتوجه إلى البلكونة الخاصة بغرفة النوم الرئيسية، بلكونتها صغيرة وحلوة، جاية على شكل مربع ومزودة أيضا زي ما تشايفين بالزجاج المتحرك، واطلالتها المميزة على المسبح وعلى خدمات المجمع. كذا أعطيتكم تفاصيل كاملة عن الشقة هذه في منطقة بليتلي، 3 غرف صالة مساحتها 170 متر مربع. في نهاية الفيديو أرجو يكون المحتوى عجبكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر التنبيهات، التفاصيل والأسعار موجود في صندوق الوصف أسفل الفيديو، ولا تنسوا متابعة آخر فيديوهاتنا في قناتنا في اليوتيوب بروج العقارية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.